بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما زلنا مع كتاب الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية للإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الذي حظى بالقبول وبالمحبة عبر التاريخ من الأمة. وتوقفنا بالأمس عند نهاية الباب الأول، وهو ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بها ملامحه الجسدية. ويعني لاحظنا أن الوصف الذي يعطى دائما يكون وصفا فخما مفخما بألفاظ قوية، حتى أن بعض رواة الأحاديث لا يعرفون معانيها. ولاحظنا كذلك أن كثير من الأوصاف هي أوصاف للنفي، فتقول لم يكن ولم يكن ولم يكن ولم يكن ثم وكان وكان. كما لاحظنا أن معظم الأوصاف كانت يختلط فيها وصف ملامح النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية بمهابة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته النفسية، وهذا هو المطلوب. لأن مشايخنا يقولون أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصور ولا يصور، يعني تتصوره ولكن لا تصوره، لا ترسمه. لماذا؟ لأن الصورة تعطي الملامح فقط، لكن التصور يعطي المحبة والشوق والمهابة والملامح معا، هذا كله. ولا يمكن أن يعني تقوم الصورة مقام هذا الأمر. وكمثال على ذلك، يعني كلنا رأى الكعبة في التلفزيون وشاف صورها، لكن من رأى منكم الكعبة عيانا لأول مرة يدرك أن ما في التلفزيون وما في الصور شيء آخر. يعني المهابة والرهبة التي تكون في قلبك لما ترى الكعبة لأول مرة أمر آخر، حتى أن كثير من الناس لا يدري ما يقول، يعني ينسى حتى الدعاء الذي كان يريد أن يقوله. يعني شمائل النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها العلماء عبر العصور، بل إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا خصاله وذكروا بعضا من ملامحه صلى الله عليه وسلم في قصائد لهم. والحافظ ابن سيد الناس كان أندلسيا وعاش في مصر، له سيرة رائعة اسمها عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، في فنون المغازي والشمائل والسير. ابن سيد الناس جمع مجموع القصائد التي مدح الصحابة بها النبي صلى الله عليه وسلم، جمع 120 قصيدة من الصحابة الذين مدحوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماها في مجموعه ملح المدح. ملح المدح وهو كتاب مطبوع وكتاب جيد جدا، يبين المدائح التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم، منزه عن شبيه في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثير. ونستأنف مع الباب الثاني، وهو باب ما جاء في خاتم النبوة. وبهذا المستند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. إذن الخاتم النبوة ليس مجرد قيمة معنوية أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن هذا كذلك جزء في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء النتوء كان في أسفل رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف ما بين كتفيه،
وهذا الجزء الناتئ كان في حجم بيضة الحجلة، وهي زي بيضة الحمامة، أصغر من بيضة الدجاجة، ولكن الراوي لما ذكر الحجلة بالذات لأن بيضتها ليست كلها بيضاء ولكن فيها نقاط سوداء، وهذا هو وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان فيه خيلان وثآليل وبعض الشعارات. فبعض الأوصاف تقول يعني من لمسه أن فيه شعرات، من لمسه يقول أنه غدة، البعض يقول زي الثآليل، ولكن من رآه قال أنه مثل زر الحجلة أو بيضة الحمامة. هذا الخاتم النبوة الذي كان يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفي خاتم النبوة. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا وصف يعني مطابق للصادق. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المدني أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمة. هنا عندنا وقفتان. أولا طبعا السيدة رميثة وهي جدة عاصم بن عمر بن قتادة تقول لو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه، هذا يبين لنا أن مهابة النبي صلى الله عليه وسلم تمنع من أن تنظر إليه فترى الملامح كاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال كله بمهابته. فالسيدة تقول يعني أن الأمر كما لو كان أن أستطيع أن أقبل هذا الخاتم، ولكن لا تمنع نفسها عن ذلك مهابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تقديرا وتوقيرا له. الأمر الثاني هو يوسف بن الماجشون، هذا من الرواة من التابعين من الطبقة الثالثة في المدينة. أبوه الماجشون هذا اسم أطلق عليه، وهو اسمه الحقيقي يعقوب، والذي أطلق عليه هذا الاسم هو السيدة سكينة بنت الحسين، وكانت يعني تقرأ ويعني الناس تحضر مجالسها من وراء حجاب وتبلغهم وتكلمهم مجالس في الأدب وفي اللغة وفي العلم وفي الحديث. فكانت تقول عن يعقوب هذا أنه الماجشون، والماجشون كلمة فارسية يعني الورد الأصفر المشرب بحمرة، لأن هذا كانت لون بشرته. فأعجبه جدا أن آل البيت الأطهار يطلقون عليه اسم فنسي اسمه وبقي لفظه، وبقي أنه الماجشون فقط. والماجشون له مزرعة في المدينة، في المدينة المنورة، حتى الآن اسمها الماجشونية، وأهل المدينة ينطقونها تيسيرا المدشونية. ومما ورد أن يعني هذه المزرعة الآن يمتلكها أبناء السيد كبريت الحسيني صاحب كتاب الدرة الثمينة في معالم المدينة، يقول فيها وقد يسر الله أن ملكت هذه المزرعة فجعلتها وقفا، يعني ثمارها التي تخرج منها وتمرها يكون وقف في سبيل الله. فالماجشون حكي عنه يعني ابنه يوسف بن الماجشون يقول عرج بأبي يعني أنه كأنه جاءته إغماء فظنوا أنه مات، فأتينا بالمغسل فلما رآه وجد عرقا يتحرك في قدمه، فقال لم يحن وقت صاحبكم فانتظروا، فقال فتعللنا للناس لأننا لم نستجمع أمرنا. فبقى الحال 3 أيام يدخل المغسل ويجد هذا العرق ينبض فيتركه، حتى قام بعد 3 أيام وطلب صويق وشارب الصويق وبدأ يحدث، فقال صعد بي الملك إلى السماوات حتى السماء السابعة، فقيل من معك؟ قال الماجشون، قال ارجع فقد دق من عمره كذا سنة وكذا شهر وكذا يوم وكذا ساعة. قال ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جنبيه أبي بكر وعمر وأمامه عمر بن عبد العزيز، فقلت لمن معي إن عمر أقربهم مجلسا، عمر بن عبد العزيز يقصد أقربهم مجلسا إلى رسول الله، فبما حاذ هذا؟ قال لأنه كان يأمر بالحق في زمن الجور، وهم كانوا يأمرون بالحق في زمن الحق. هذه المزرعة المباركة ما زالت موجودة وأكلت من ثمارها، وهي على وادي بطحان، ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بطحان على ترعة من ترع الجنة، ومقابله الناحية الأخرى وادي صعيب الذي فيه تربة الشفاء، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله. ربنا يكرمنا وإياكم جميعا، نروح ونوريكم هذه الأماكن. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله الذي ذكرناه في الباب الأول، وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عزرة بن ثابت حدثني علباء بن أحمر حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يمسح ظهره، فقال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. فالراوي يقول: قلت: وما الخاتم؟ قال: شعارات مجتمعات، لأن هذا لم يره الأمر لكن لمسه بيده، فالوصف مطابق كذلك للسابق: من يرى يصف المرئي، ومن يلمس يصف الملمس. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي أخبرنا علي بن حسين ابن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخيلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعما، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي يعني هو الباحث عن الحقيقة كما يسمي الشيخ خالد محمد خالد، وله رحلة طويلة يعني امتدت من أصفهان في بلاد الفرس وإلى عمورية إلى الشام إلى فلسطين، حتى يعني وقابل الراهب الأخير وقال: يعني لم لا أعلم أن أحدا على هذه الأرض على التوحيد، ولكن أظلك يعني زمان النبي الخاتم، فاذهب إليه والزمه. وله علامات، وذكر له أربع علامات: علامة في مهاجره في المكان، وعلامتان في الحالة النفسية له، وعلامة في جسده صلى الله عليه وسلم. فقال: يهاجر إلى بلدة ذات حرار ونخيل من أرض العرب، وقال أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وقال أن بين يديه خاتم النبوة. فسيدنا سلمان وجد مجموعة من تجار العرب في الشام، فقال لهم: معي بقرات، تأخذون بقراتي على أن تحملوني معكم إلى بلادكم؟ قالوا: نعم. فحملوه، ولكن لما اقتربوا من خيبر أسروه وباعوه عبدا أسيرا، فاشتراه يهودي من خيبر، ثم يعني أعطاه هدية لأخيه في المدينة في يثرب. فلما جاء المدينة قال: رأيتها فعرفتها، عرفت أنها مهاجر نبي آخر الزمان. فما لبث إلا قليلا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء. فالفترة التي بقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء جمع له جزءا من التمر وذهب إليه وقال: صدقة عليكم، فأنتم لستم من أهل هذا البلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمدد يده فقال: هذه واحدة. ثم عمل حتى جمع مجموعا من التمور، كان النبي تحول من قباء إلى المدينة، فذهب إليه وهو في البقيع
يدفن سيدنا عثمان بن مضعون، فأعطاه هذه التمرات وقال هدية لك، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت أن يرى خاتم النبوة، ما يستطيع أن يطلبه ولكنه يتحرك حول النبي عسى أنه يجد شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأه قال دونك فانظر، وخلع له الرداء، فلما رأه أكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، فقال ما خبرك، وحكى له الخبر. فكان اليهودي لما رأى المسلمين يعني مهتمين بسيدنا سلمان كثيرا غالى جدا في الثمن الذي سيشتريه به، فقال في أرض جدباء لا تنبت يزرع لي 300 نخلة وتنبت من عامها، يعني هذا الشرط الثاني، يزرع 300 نخلة وتنبت من عامها ويعطيني بيضة من ذهب حتى يتركه. لذلك سيدنا سلمان تأخر عن المشاركة في بدر وفي أحد، منعه هذا السبي والأسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غرس الفسائل 300 في هذا المكان، وهذا المكان ما زال موجود في مزرعة الميسر في المدينة المنورة، وقد رأيته، وهناك بعض النخلات ولكن لا أظن يعني أنها هي النخلات، لأن النخلة لا تعيش هذه الفترة، أقصاها 200 سنة، ولكنها نخلات ربما يعني من حفيدات النخلات التي زرعت في هذا المكان المبارك، ويعرفه الناس ببئر الفقير هناك بشكل كبير. بئر الفقير، نعم، البئر الذي يعني تذكر المزارع دائما تسمى على اسم البئر الموجود فيها، فالبئر هناك اسمه بئر الفقير، وبجواره مزرعة الميسب فيها مزرعة فيها بئر الميسب كذلك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم زرع هذه النخلات، سيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يشارك بهذه النخلة كما قرأنا في الحديث، فلم تنبت، وأنبتت كلها بعد 6 أشهر، يعني ليست بعد سنة كما طلب اليهودي، قبل السنة. وبقي البيضة، فكان أحد الأنصار يحفر قرب أحد فوجد عرقا من ذهب، فأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفعوه إلى صاحبكم الفارسي يدفع به عنه عن نفسه الأسر. فسيدنا سلمان لما رآها كأنه يعني استصغرها أنها لا تكفي يعني للأربعين أوقية الذي طلبها اليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعها في فمه الشريف ثم قال اذهب، فلو وزنتها بأحد لوزنت. الله أكبر، سبحان الله العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا بشر بن الوضاح أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني هذا كان جزء ظاهر وبارز من الجسد كما ذكرنا. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقالوا الجمع يعني اللحم المجتمع، إذا جمعت أصابعك معا فتكون هذه هي مقدار الخاتم النبوة الذي يكون في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وصفها حولها خيلان، وهي جمع الخال، والخال السواد الذي يكون في بعض الجسد، كأنها ثآليل، والثآليل البروز والأشياء الناشزة التي تخرج في الجسد، مش كده في الطب عندكم؟ نجول صحيح. For the brothers who speak English, I sent the English translation on the group so you can follow up in English if you would like to. وهذا كان ختام باب ما جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، يأتي إلى نصف الأذنين. قال حدثنا هناد بن السري أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة. يشرح هنا يقول الجمة ما وصل من شعر الرأس إلى المنكبين، والوفرة ما لم يصل إليهما، واللمة ما جاوز شحمة الأذن، يعني شحمة الأذن هنا ما جاوزها يكون هو اللمة، سموها لمة الشعر، وجمعها تكون اللمم، ويوم تحلاق اللمم اللي أخبرنا عنه الحاج صلاح كان قبل الجاهلية، نعم كانوا حلقوا فيها يعني شعورهم كثيرا، فكانت هذه هي اللمة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، يعني شعر يصل إلى شحمة أذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا وهب بن جرير ابن حازم حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي عمر المكي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. الغدائر يعني الضفائر، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان موفورا حتى أنه يخرج في شكل ضفائر. معظم طبعا شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى لما يخلع عمامته، سواء كان يعني في فترة الحلق بعد العمرة أو غيره. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره خصوصا في مكة كان يحب موافقة أهل الكتاب، لأنه يعني أهل كتاب وهم مخالفين عن عباد الأصنام، ولكن لما جاء إلى المدينة حب أن يخالف أهل الكتاب. فيكمل الحديث يقول وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره أحيانا يعني يكون في شكل الغدائر أو الضفائر الأربع، يعني ورد الحديث باسم غدائر ورد الحديث كذلك باسم ضفائر. وكان سيدنا أبو بكر الصديق كذلك له هذه الغدائر، ويذكرون أنه يعني لما راح يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فضربوه حتى لا يعلم وجهه من قفاه، يعني من تفخ وجهه من التورم. قالت سيدة عائشة وكانت غدائره ما أخذنا واحدة إلا خرجت معنا، يعني قطعوا حتى شعره رضي الله عنه. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يسرح شعره. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا
مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم. الزيات يعني العطار الذي يتعامل مع الزيوت العطرية، ويقصدون بذلك لا يقصد الثوب كله ولكن يقصد الجزء القناع، الجزء الذي يتقنع به النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه من كثرة الزيت الموجود في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ينطبع على هذا القماش الذي على وجهه فيظهر كأنما هو ثوب زياف من يعني استخدام هذه الدهون العطرية الجميلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف من أين مر من طيب ريحه، يعني فقط تشم الرائحة بعد أن غادر المكان، يعني تشم هذه الرائحة العجيبة الجميلة. هو يضع الدهن على الرأس، وعشان الشعر وافر كبير فيضع القناع على الوجه، فالقناع يتأثر بالدهن الموجود في الشعر فيظهر وينطبع عليه. نعم يتقنع به. نعم نعم أظن ذلك. نعم يتلثم به. يتلثم به صلى الله عليه وسلم. يتلثم به. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انفعل، يعني إذا بدأ يستخدم الماء للطهور يبدأ باليمين، وإذا لبس النعل يلبس اليمين، وإذا صرح شعره صلى الله عليه وسلم يبدأ بالجزء الأيمن من رأسه. قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. الغب يعني على فترات متفرقة وليس بشكل دائم، والإمام الباجوري يقول موالاته تصنع وتركه تدنس وإغبابه سنة، يعني أنك تسرح شعرك كل شوية ده تصنع فيه من التكلف، وتركه ما تسرحش خالص تدنس، يعني هذا ليس من النظافة ومن الطهارة، وإغبابه أي نعم على فترات نعم، فإغبابه سنة أنك يعني تسرح شوية وتترك شوية وهكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. نعم يعني سرح شعره على خطاه، هي نفس الحديث اللي فات يعني احنا بس بنجيبه برواية ثانية. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. يعني يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ شعره بالحناء على أساس أن فيه بياض موجود فهو يزيله بالحناء، فسيدنا أنس بن مالك لم يبلغ ذلك لأن عدد الشعرات الشايبة البيضاء في رأس النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة جدا، وفي حديث آخر قال إذا دهن رأسه يعني اختفت وسط هذا الدهان، وإنما كان شيبا في صدغيه في المناطق بجوار رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس
قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، يعني يعد حتى عدد الشعرات أنها 14 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. الكتم هو نفس الحناء ولكن لونه يميل للسواد، موجود يباع يعني، فالناس التي تتحرج أنها تصبغ صبعة سوداء هذا كتم، يكون يعني يميل إلى السواد ولكنه ليس أسود، هو كأنه أخضر غامق بني غامق. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يسأل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، فإذا لم يدهن رؤي منه كما ذكرنا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. هذا طبعا ربما على فترات مختلفة يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وشرح نعم وخواتها نعم شرح الحديث يقولون أن شيبتني يعني أن سيدنا أبو بكر لما يقول شبت لا يقصد أن شعره ظهر فيه الشيب بالقوة، ولكن يقول ظهر فيك آثار الشيب من الثقل وضعف البدن قبل أوانه، هذا ما يقصده بهذا الأمر. وسيأتي حديث آخر يبين أن معظم شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بطبيعته أحمر اللون فلم يكن أصلا لونه أبيض. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن رقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب، يعني يبين أن هذا أبي رمثة التيمي هو المشهور باسم تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن له ومعي ابن لي فقال فأريته، يعني الصحابة قالوا له ده النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم هم الذين يعني جعلوه يرى، فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. ويعلق الشيخ البجور يقول هذا أصح شيء في هذا الباب أنه يكون الشيب موجود، وطبيعة شيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحمر إما لأثر الحناء فيه وإما أنه هكذا يعني كان بحاله. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سريج ابن النعمان أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني أظن أنها الزيوت العطرية الموجودة التي تستخدم يعني ترطيب الجفاف الشعر وفي نفس الوقت إعطاء الرائحة الطيبة. هو يأتينا الباب القادم في خضاب رسول الله مخصص لهذا الأمر. الباب السادس باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشام
أخبرنا هشيم أخبرنا عبد الملك ابن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به، يعني أشهد يا رسول الله لأنه ابني ولا أنكره. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى اللي هو الإمام الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى الإمام الترمذي وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني يعطي سند آخر لهذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة وهي امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ أو قال ردع من حناء، شك في ذلك الشيخ فقالوا ردغ أو ردع من حناء، يعني مجموعة أو كتلة أو كما يكون من أثر الطين أو الوحل، يعني من لما تضع الحناء يظهر كده كأنه أثر الطين أو الوحل الموجود فيه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. أظن ذلك سيأتي باب كامل في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. الباب السابع باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الإثمد هذا نوع من الكحل منتشر موجود في مكة والمدينة والسعودية ويأتي به كثير من المعتمرون. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وقوله زعم هنا لا يعني الشك ولا التقليل، ولكن يقول يعني قال أو أخبر، هذه أحد معاني الزعم. كانت له صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة فيها عين وثلاثة في العين الأخرى. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء وحدثنا علي بن حجر. هذه الحاء الموجودة مهمة كذلك نعرفها، أن الحاء في ذكر سند الأحاديث معناها تحويل السند، يعني الإمام أبو عيسى يقول أن له شيخان، الشيخ الأول هو عبد الله بن الصباح والشيخ الثاني هو علي بن حجر، هذا أخبره الحديث بطريق وهذا أخبره الحديث بطريق آخر، فهو يبدأ بالشيخ الأول حتى إذا وصل إلى نقطة الالتقاء ما بين الشيخين عمل حرف الحاء حتى يبدأ الشيخ الثاني من البداية فيكون تحويل للسند. وعند يعني أهل الحديث عندما تأتي هذه الحاء في المشرق يقولون حاء فقط ينطقوها يقولوا حاء، في المغرب يقولون تحويل،
يعني هذه العلامة يقرؤونها يقولون فيها كلمة تحويل، أو اللي بعد عباد بن منصور. وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عباد بن منصور، التقوى عند عباد بن منصور، الله ينور عليك. عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. موجود بكثرة. الإثمد موجود. مادة. نعم. الإثمد أيوة مادة منها يعمل منها الكحل. يعني كل من يذهب إلى العمرة أطلب منه يأتي لك بإثمد معه إن شاء الله يأتيك به موجود يعني. وربما تجده هنا يعني عند من بعض من استورده. تحتاج الاثنين. الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الباب الثامن باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ترون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه وفي علماء هذه الأمة من بعده، أن يعني يجمع كل ما ورد عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شخص يعني ذكر التفاصيل حياته بمثل هذه التفاصيل سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام العسقلاني إن من تمام الإيمان به أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق مثله في هيئته وفي صورته من الحسن وتمام الخلقة والهيبة والمهابة والنور. نعم. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي أنبأنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص هو الثوب الذي يلبس يعني من أسفل على الجسد مباشرة ويكون طويلا ويغطي الجسد كله، وما يلبس فوقه يكون الرداء أو الجبة أو الإزار. نعم. والقميص يكون من الأسفل. نعم جزاكم الله خير. لا يعني هو القميص وحده والسروال هذا وحده، لأن يعني القميص يمتد. القميص يعني ليس قميص الذي نلبسه اليوم التشميز اللي يكون حتى الصرة أو بعد الصرة، هو يمتد أحيانا إلى الركبة. نعم قميص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يلبسون هذا كأنه نوع من أنواع التثبت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يلبس عليه بعد ذلك. وقال حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى يعلق الإمام أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة.
وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح، يعني هذا تعليق من الإمام أبو عيسى يقول أن من روى وأبو تميلة لما روى عن أمه روى بزيادة، وهذه الزيادة هي الأصح لأنه يعني الأقرب والأعرف بأمه عن غيره ممن روى عنها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. هذا حديث عن الكم، كم القميص يصل إلى رسغ اليد، فهو ليس طويلا يغطي اليد كاملة وليس قصيرا ينحصر عنها. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم أخبرنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، يعني هذا الحديث كذلك يروى في باب خاتم النبوة. إذن كان هذا القميص للنبي صلى الله عليه وسلم متسع وكبير وفيه الفتحات كما في الفتحات السيالة التي يدخل منها اليد، وقالوا أنه ربما يكون في يوم صيف فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جسده الشريف من تحته، لذلك لما مد يده لمس الخاتم الشريف وهو البضعة الناشزة في رأسه. في نعم سيدي. نعم الأقرب إلى الداخل إلى الهيكل الجب. وبالمناسبة كلمة شميز الفرنسية نفسها مشتقة من العربية، يعني هي منقولة عنها. مختلف كذلك النساء مثل عدم الموضوع، بس زمان الناس كانوا في بعض الناس يلبسوا في لبس اسمه رداء، نعم، وفي لبس اسمه إذا، وفي لبس اسمه دكا، نعم. فكل المسميات دي يعني كان أهل الصوفة دائما سبحان الله ممكن يجيب حتة خيش يعمل لها خرمة من النص ويلبسها من راسه نصها قدام ونصها ورا ويجيب حبل يربط على وسطه يصبح، فدي بس مجرد مشي في الصفة لا ليها كم ولا ليها فتحة ولا جزاكم الله خير. وهذا عند سيدنا ذو البجادين، ذو البجادين كان من الصحابة الذي يعني عذبه خاله ويعني جرده من ملابسه فما يجد شيء يلبسه، فلبس الشوال البجاد وقطعه يعني قسمين فلبسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخله قبره بيده الشريفة وقبله وبكى عليه، نعم، في غزوة تبوك. سبحان الله. قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قالوا الثوب القطري هو الثوب اليماني الذي كان يصبغ ويضرب في البحرين، ومن بلدة بجوار البحرين تسمى قطر، يعني فهو الصفة كانت تزيد. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، هذه نقطة مهمة، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمليه علي
فإني أخاف ألا ألقاك. فقال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. سيدنا الإمام يحيى بن معين من كبار نقاد الأحاديث، وهو يعني حجة عظيمة في نقد الرجال في علم الحديث. فلما سمع هذا الحديث عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث، يعني حدثه محمد بن الفضل عن هذا الحديث، فهو يعني يصدق الرجل وليس بمجروح عنده يعني، ويسمع منه ويكتب، ولكن يريد زيادة التوثيق. فيقول له لو أنك حدثتني بهذا الحديث ولكن من الكتاب الذي كتبت فيه الحديث عن شيخك، بحيث أن يكون أوثق، بدل ما نكون نسيت كلمة ولا أدخلت كلمة في كلمة ولا غيرها. فمن من 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 حرص سيدنا الإمام محمد بن الفضل على أن يأتي ومن ثقته في حديثه، قال أؤتيك بالكتاب، خلاص عايزني أحدثه لك من كتابي، أجيب لك الكتاب من جوه. لكن يحيى بن معين تذكر أنه ربما يموت قبل أن يأتي بالكتاب، فإذا مات ضاع الحديث سنة والكتاب لا يعتمد عليه. تذكروا أمس تكلمنا عن الوجادة، فالكتاب موجود، ولكن من أخبرنا بأنه يجيز أن تحدث بما هو مكتوب في الكتاب؟ فصير الكتاب ملوش لازمة ما دام لم يحدث به ولم يأذن بالتحديث به. فراح قال له لا إني أخشى أن أخاف أن لا ألقاك. فقال فأمليته عليه فكتبه بالسماء. قال ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه كذلك من الكتاب. كان الإمام يحيى بن معين يعني له أخبار كثيرة في التثبت من المتون، بل حتى في اختبار المشايخ الكبار، ويروى أنه يعني اختبر أبو نعيم شيخه وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، فظفر في النهاية برفصة، يعني قال رفصتي أحب إلي من سفرتي. كانوا في سفرة يطلبون العلم ويطلبون الحديث، فقالوا نختبر أبا نعيم. فسيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال لا تحركه، لا تختبره، يعني هو الرجل حجة عظيمة. وطبعا هو في كتب الجرح والتعديل يكتبون أنه ثقة وصدوق وكذلك، ولكن يختبروا بأنهم يلقنوا سند حديث. فإذا لم يدرك هذا السند، يعني هو يقول مثلا أخبرني فلان عن فلان عن فلان، فيقول له يا مولانا هل أخبركم عبد الله بن عمر أن النبي قال كذا، فيكون الحديث صحيح ولكن مش عبد الله بن عمر اللي أخبره، شخص ثاني. فإن وافق فيكتب عنه أنه يلقن. يلقن يعني صحيح هو صدوق وصحيح هو ثقة وكل شيء، ولكن يلقن يعني لما بنديله غلط بيمشي عليه. لكن لو عرفوا خلاص يثبتوا أنه هو ثابت حفظ أمين ثبت حجة. فطبعا هذه عملية خطيرة. فأبو نعيم لما ذهبوا إليه، كانوا ثلاثة، سيدنا الإمام بن حنبل ويحيى بن نعيم وآخر وشخص آخر معه، فلما جلسوا إليه بدأ يقرأ عليه، فبين كل 10 أحاديث يدسلوا سند زي كده فيه شيء، فيقول لا هذا ليس من أحاديثي، اضرب على هذا والحديث الصحيح هو كذا كذا كذا. أول مرة عداها، ثاني مرة عداها، ثالث مرة حس أن الأمر مش طبيعي، فقال أنت للثالث الذي معهم أقل من أن تفعل هذا، يعني مش هتوصل إليك الحيلة أنك تخترع سند بهذه القوة، وأنت للإمام أحمد بن حنبل أورع من أن تفعل هذا، ولكنها فعلتك ليحيى بن نعيم واداله الرفصة. فلما انقلب برفصته دي، الإمام أحمد بن حنبل قال له قلت لك ألا تحركه وألا قال اذهب، فرفصته أحب إلي من سفرتي، لأنها فيها تأكيد وتثبيت على ما فعل، رضي الله عنهم أجمعين. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يسميه باسمه، يعني يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص، اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة، يعني يذكرها في الحديث بلفظها، فأسألك خيرها وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي أنبأنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار أنبأنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال
كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. وقالوا إن الحبرة تكون الحبرة الحبرة الحبرة, الحبرة. نعم هي بكسر الحاء الحبرة. قالوا هي برد يماني من قطن محبر يعني مزين, ولا يعارض هذا ما تقدم من أن القميص أحب الثياب إليه, ولكن ربما يكون القميص أحب إليه عندما يكون عند نسائه, والحبرة عندما يكون بين أصحابه. الحبرة قلنا يا دكتور محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن القميص فعلا مخيف في الطب. نعم خير خبراء ما شاء الله. قال حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة, يعني هذه التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم الحلة كانت مزينة بالخطوط الحمراء وليست كلها حمراء, ويبدو أنها طبعا كانت مرتفعة قليلا, فكان يرى بريق ساقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الجزء من الرجل أو الشن كما يقولون عليه. هل هذه اللبسة اللي في قصر حمراء الجبة بردة النبي صلى الله عليه وسلم خطوط حمراء؟ نعم أيوه. الله أكبر. الله. نعم. ثوب الحمر. الله أكبر. نعم. بالنسبة لبردة النبي صلى الله عليه وسلم أظن اللي موجودة في اسطنبول ليست حمراء. شفتها حمراء مزينة. مزينة. يعني ما رأيناه من بعض الصور عن بردة النبي صلى الله عليه وسلم وبردة السيدة فاطمة كذلك المحتفظة بها, أن الصحابة الكرام يعني كانوا يحبون الاحتفاظ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظون عليها, حتى أن بعضهم كان يحتفظ بشعارات النبي صلى الله عليه وسلم, وأعرف بعض بيوت أهل المدينة عندهم بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن كانوا قد توارثوها. وكانت السيدة أم سليم أم أنس بن مالك تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتحتفظ به, وفي الحديث أنه يعني نام عندها وهي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يعني من خالاته أو من خالات أبيه, وصحى من النوم فوجدها تأخذ عرق النبي بعد أن تفصد جبينه وتضعه في قنينة, فقال ما تفعلين؟ قالت يا رسول الله أأخذ عرقك فأجعله لصبياننا طيبا, وفي حديث آخر فأجعله لطيبنا طيبا, يعني حطوه في الطيب حتى يطيب الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هديتي, يعني لم ينكر عليها هذا الأمر وقال هديتي, ويعني هذا يبين عظم اهتمام الصحابة بكل أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق بعد تمام مناسك الحج, جعل يفرق شعره على أصحابه وجعل لأبي قتادة نصف رأسه كاملة, كنز عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال حدثنا عبد بن حميد أن أخبرنا عفان بن مسلم قال أنبأنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران, أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. فيقول أنه كان يلبس
هذا الرداء الخفيف للنبي صلى الله عليه وسلم المخضب بالزعفران أو المصبوغ بالزعفران. ولما قالت أنه أسمال فهناك كان يعني في بعض الأحاديث الأخرى نهي عن خضاب الملابس بالزعفران، قالوا أنه لم يلبسها إلا لوجود الأثر الباقي الموجود فيها وهو اللون الأصفر الباقي فيها. وفي الحديث قصة طويلة، يعني الإمام أبو عيسى لم يذكر القصة كاملة لكن في الشروح موجود إشارة لها لمن أراد أن يذهب إليها. الباب باقي فيه ثلاث أحاديث، نخلصهم إن شاء الله وينتهي هذا الباب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم. قال حدثنا محمد بن بشار أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. وقالوا المرط هو كساء طويل واسع من الصوف أو من الشعر، شعر يعني من جلود الأغنام. قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. وهذا يعني كذلك يقول أنه بعض الأحيان كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض ما كان قد ذكر قبل ذلك من أحاديث. هذا ما تيسر اليوم، وإن شاء الله نستأنف عند الباب التاسع باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يكرمك.